معانا بمناسبة المعهد، معانا أستاذ الدراما في معهد السينما الدكتور حسام أبو العلا. حبيبي، مساء الخير يا دكتور. حبيبي، أهلا 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 بالغنيين. حبيبي الغنيين وأسئلة العمر. حبيبي يا حسام، حبيبي. كل سنة وأنت طيب يا حسام. الكبير مجدي طبعا، وأخويا وحبيبي صلاح. حبيبي يا حبيبي، العمر وبدايات البدايات بقى. حبيبي يا حسام، حبيبي يا حبيبي. طب ربنا يبارك لك يا كل سنة وانت طيب يا دكتور. وانت طيب يا استاذ زبير، والساده المشاهدين كلهم بألف خير. طب حضرتك معانا ودكتور جميل، واحكي لي ذكرياتك مع الشباب اللي قاعد قدامي ده. عايزين نفضفض الموضوع. الرحله ده الشباب دول جزء من كيان كبير. كنا احنا مجموعه مجانين وهي فرقة مجانين المسرح. تمام. فرقة مجانين المسرح اللي كان مؤسسها الدكتور عمرو دوارة، واللي بيها تعرفنا كلنا كمجموعة. الكلام ده بدايات 79-80 بالظبط، يعني انت بتتكلم في 41 سنة. يعني اكيد مش احنا يعني. انت بتقولي 41 سنة، انا بقولك الشباب دول 38 اخر. دكتور حسام، يا ريت تقول استاذ روبير حلمنا في انك انت رمزي وانا رشدي. طبعا طبعا. وفي الضلع الثالث شاهين. اخونا طبعا المخرج الجميل جمال قاسم. جمال قاسم. ان احنا كل واحد طبعا احنا كان بدايتنا ان احنا كل واحد كان عنده حلم. فكنا بنحاول ان احنا نلاقي القرين بتاعنا. الفنان الكبير القدوه اللي ممكن ان احنا نشبهه. فكان مجدي اخويا مجدي مطلع عليا ان انا رمزي، وانا كنت مطلع عليه افاظه نسبه للفنان الكبير رشدي افاظه. وكان معانا الضلع الثالث شاهين اللي هو المخرج جمال قاسم، وصلاح خليفه حسن يوسف. طبعا كان حسن يوسف. هي دي كانت احلامنا فعلا اول فرقه كوننا. طب حضرتك النهارده ودكتور وفي الوسط الفني، شايف الوسط الفني في 2021 ازاي؟ في جملتين كده. بطبيعه الامور طبعا كل الاشياء بتبقى ليها الظرف الزمني بتاعها اللي بيفرض عليها بشكل معين. احنا في بداياتنا كان لينا طريقه واسلوب، يعني احنا كنا يوميا بنكون مع بعض يوميا. في عندنا بروفات، عندنا مسرحيه، بنفكر في تاسيس جمعيه تضم كل هواه المسرح في 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 مصر. كل ده كنا يوميا، رغم ان ما كانش فيه بقى تليفونات لا محمول ولا كان في اي حاجه، ومع ذلك احنا كتيم مع بعض. احنا خلاص موجودين، واللي ما يلحقناش في البروفات يلحقنا على القهوه، واللي ما يلحقناش على القهوه يلحقنا يجي المسرح بالليل في الطليعه او في السلام او بالظبط او في قهوه البستان او في ريش. بالظبط بالظبط، دي نقاط تجمعنا واسطرة التحرير. كل دي كانت وعلي بابا واسطرة، كل دي كانت نقاط تجمعنا. صحيح صحيح، ده حقيقي. والرصيف اللي قدام الهيلتون على الكورنيش نتجمع فيها كلنا. يا دكتور حسام. ايوه. والرصيف اللي قدام الهيلتون على الكورنيش، واحمد الحجار معانا بيدندن وعمر. الذكريات حلوه. طبعا 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 طبعا. عمر 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 واستاذ جمال بخيت. ان احنا كلنا متلاحمين لغايه النهارده مع بعض، يعني انا بفضل الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا شاكر لحضرتك يا دكتور على المداخلة الكريمة، وحضرتك قامة وقيمة برضو، أكيد هتبقى معانا هنا نفضفض بقى باستفاضة. حبيبي الشرف ليا. شكرا لحضرتك وكل سنة وانت طيب يا دكتور. شكرا. أنا اللي بشكر إخواتي إن هم ضيفوني النهاردة عند حضرتك، وبشكرهم ويا رب دايما مع بعض. يا رب وبعد 40 سنة كمان نتقابل إن شاء الله، وحضرتك في وسطينا بإذن الله. ربنا يديك الصحة. شكرا للغاليين على أهلي، أخويا الكبير مجدي وأخويا صلاح. الله يخليك يا حبيبي. كل سنة وأنت طيب. شكرا يا دكتور. شكرا.